بس التكييفات يشرب بيه. الله يبارك لك يا استاذ شريف، اختي بتتجوز وعايزه سلفه. شريف بيه ممكن سلفه؟ سلفة لآخر الشهر يا شريف بيه. يا شريف بيه سلفة. القسط يا شريف بيه. القسط يا شريف بيه. القسط. لا 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه 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 ميه. ده كابوس ده ولا ايه يا شريف؟ كابوس كمس على صدري، الاقساط كمست عليا، بيطردوني حتى في منامي، مش قادر. معلش يا حبيبي معلش، ما انا قلت لك قلت لك يا حبيبي نبيع بقيه ذهبي ونسدد الاقساط اللي علينا ونرتاح. نرتاح ايه بس يا ندى؟ طب واللي بعده؟ واللي بعده؟ واللي بعده؟ انا عارفه بقى ونخلص من الاقساط وربنا يحلها. انت عارفه هيجي لنا يوم وهنبيع قفش البيت. عندك حل تاني؟ عندي حل تاني. احنا ممكن نخف المصاريف اللي بنصرفها كل شهر دي. ممكن نستغنى عن سلمى وعم هلال والجنايني وممكن نبيع عربيتي ويبقى كفايه نستعمل عربيه واحده. هو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا شريف؟ ده كلام معقول برضو؟ يعني انت عايز تستغنى عن الناس دي كلها؟ ومين هيعمل شغل البيت؟ مين اللي هينظف وهيروح السوبر ماركت وهينظف الجنينه وهينظف البيت ويطبخ ويروح مدارس العيال؟ مين بقى؟ مين؟ ها؟ انا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.